اوكي. السؤال العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. هانت يا رب العالمين. لا نركز وناخد نفس. ايوه. حلو النفس ده على فكرة، حلوة جدا. جميل جدا. اه والله بيكسب. خد ادفايس بجد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بيقول: جبل طارق على مدخل البحر الأبيض المتوسط، فما هي؟ سهل، 6000 جنيه، متوسط ب 30000 جنيه، صعب ب 60000 جنيه. يلا حماده اختار الصعب. جغرافيا. هاي ان شاء الله. والدكتوره وسط. I'm not good in geography. انت ايه نظامك في مدينه جبل طارق؟ في الجغرافيا كويس يعني. فعلا. الدكتوره يعني تحاليل بقى وبتاع، متاكد ولا زي الاسد والهره؟ متاكد ان شاء الله. كلام بجد؟ اه. هايل. انتوا معاكم 157500 وعندكم غلطه، وسؤالنا ب 60000 جنيه، وبيقول جبل طارق على مدخل البحر الابيض المتوسط، فما هي اعلى نقطه في جبل طارق؟ أعلى نقطة في جبل، هي ليها اسم يعني؟ يعني إيه ما هي أعلى نقطة؟ أكيد ليها اسم طبعًا. هاتي 30000 حلوة يا أخي. كان هيقول لك الدولة مين؟ طب بقول لنا الوسط المرة دي. طب الوسط قول لنا هو طيب. بس أعلى نقطة اسمها إيه دي؟ فما هي أعلى نقطة في جبل طارق؟ وأكيد ليها اسم. ممكن تبقى جبل طارق ذات نفسه. جبل طارق بس. هو اكيد جبل طارق يعني. ما اعرفش حاجه غير جبل طارق. شاور قمه على نقطه يعني. ليها اسم؟ ما اعرفش. انا مش عارف ايه؟ ما اعرفهاش. ما تجاوب يا اللي اخترت صعب. لا مش فاكر. صعب قوي كده. بيورطني. كان هيقول لنا الدوله اللي مسيطره عليه. كنت قلت يمكن انجلترا. ماشي، ما كانت هتبقى. لا مش اسبانيا، المغرب. لا انا عارف انها مش المغرب. على المغرب. ايه الاخبار؟ اعلى نقطه في جبل طارق. اجابه لله. لا دي صعبه قوي دي بصراحه. يعني اعتبر قولوا لي حاجه عشان اخرج بيها. ثابته ومليله. دول ما لهمش دعوه في الحته دي. اعلى نقطه. قمه جبل طارق. اي دونت نو خالص. نجيبها عماله اجيبها يمين شمال. محمد السادس مثلا. ممكن تكون هي ممكن تكون باسم حد. عقبة بن نافع اللي كان معاه. لا انت كده دخلتي في الجغرافيا، في التاريخ. قمة ايه ايه ايه؟ حاجة بتاريخ. هي اكيد في تاريخ مش جيوغرافيك يعني. ممكن تكون في التاريخ. اكيد حاجة باسم تاريخي يعني. باسم حد يعني في التاريخ؟ ممكن او اسم تاني غير. قمة جبال روكي، قمة جبال. استنى. لا مش عارف. يا شباب في جبال هناك اسمها اطلس. اه. بس انما اسم الجبل. لا هو في المغرب. 60000 جنيه. كانت 30000 حلوة يا أخي. إيه الأخبار؟ بقى المعلومة. طب إجابة، عايز إجابة. قول اسم الجبل ولا عندك اسم تاني؟ ألف اسم. ما هجيب اسم منين؟ جبل طارق. هي أعلى نقطة جبل طارق. موافقة؟ أوكي لأني ما أعرفش غيرها. ما أنا ما أعرفش إجابة تانية غيرها. آخر كلام. جبل طارق. بإكس. هي أكيد بإكس. جبل طارق والإجابة خاطئة. أكيد. هي اسمها إيه بقى؟ اسمها ايه؟ اسمها الصخرة. والله. اه والله. بس كده؟ والله. الصخرة. والله؟ اه والله.